الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للكهرباء. عدوان تركي على سيادة سوريا، وترامب يهدد أنقرة بتدمير اقتصادها. والرئيس العراقي يدعو إلى إجراء تغيير وزاري لتحسين الأداء الحكومي. السابعة صباحا، الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع الكفاءة المشروعات القائمة مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وجه الرئيس السيسي بالمضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار. كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة. أعلن التلفزيون السوري أن القوات التركية شنت هجوما على مواقع للأكراد في ريف محافظة الحسكة. وأفادت وسائل أعلام بأن آليات ومدرعات تركية دخلت من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج. كما أشارت تقارير إلى أن الطائرات التركية شنت غارة استهدفت مواقع للأكراد في الحسكة، وذلك بالتزامن مع التوغل العسكري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لديها 50 جنديا فقط في مناطق شمال سوريا، وذلك بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي. وأكد ترامب خلال لقائه عددا من القادة العسكريين أنه لم يكن متحيزا بقرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مهددا تركيا بتدمير اقتصادها إذا تجاوزت حدودها في سوريا. وجه الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل لجنة أو لجنة خبراء مستقلين تقود الحوار مع المتظاهرين. وفي كلمة وجهها للشعب العراقي، أكد صالح أن السلطات لم تعطي أي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين. كما دعا صالح إلى إجراء تعديل وزاري يمهد لإصلاحات شاملة، إضافة إلى تنظيم حوار وطني واسع بين جميع المكونات السياسية في البلاد. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن بلاده تخطط لبدء استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عمليات تخصيب اليورانيوم. وأضاف صالحي في تصريحات تلفزيونية أن مجموعة مكونة من 30 جهازا للطرد المركزي سيتم استخدامها خلال أسابيع، مشيرا إلى أن طهران تنتج في الوقت الحالي نحو 6 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يوميا. حذرت كوريا الشمالية بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي محاولة لإثارة ملف تجاربها الصاروخية في مجلس الأمن. وقال سفير كوريا الشمالية لدى المجلس كيم سونغ أن طرح مسألة التجارب الصاروخية يمس إجراءات الدفاع عن النفس. وكانت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعت إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لبحث اختبار كوريا الشمالية صاروخا باليستيا الأسبوع الماضي باعتباره انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة. وللمزيد من الأخبار مشاهدينا تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. نهاية الموجز، إلى اللقاء.